تاني إشاعة معايا بعد شر بعد شر، إصابة حضرتك بورم خبيث. صح، كنت فين في الإشاعة دي؟ كنت على التلفزيون حالق شعر. حاولت، فقالوا اللي أنت تعبان يعني. كنت عم بعمل آخر حلقة هنا في القاهرة والناس في رمضان. خلصنا الحلقة وقلت لهم للشباب تعالوا بدي أحلق شعري على زيرو، على أساس إني أنا رايح إجازة، إني أنا مخلص ونازل إجازة على بيروت. حلقت شعري على الزيرو، حلقوا لي يا شباب وصورونا هون إنه عم بحلق شعري. ملت حالي ونزلت على بيروت، وصلت على بيروت كان في نيشان عنده برنامج لهون لمصر كان اسمه أنا والعسل؟ لا مش عارف، كانوا بيقعدونا على كرسي مش عارف شو. طلعت معه حلق شعري على الزيرو. تاني نهار طوني خليفي مصاب. هي إشاعة أنا ما بتأذيني، لأنه بالنتيجة كل إنسان معرض، والمرض بعد الشر عليك عيب. بس إنه بصير بتطلع بالناس إنه طيب أوف. عندنا أهل وفي أولاد. غريب غريب يعني، ترجعي بتقولي الحمد لله. آخر إشاعة معايا بعدين، بس عفوا بهيدي الحلقة الرأس ذاتها طلعوا لي إشاعة إني اعتنقت الإسلام ورحت على العمرة. رحت عمرة بقى وخلقت إشارة. هودي طلعوا مع بعضهم، وناس قالوا إنه راع العمرة وأسلم، وناس قالوا إنه مصاب بالكانسر. وبالهاي الحلقة نيشان سألني عن قصة العمرة، إني إذا أنا أسلمت ولا لا على هديك الإشاعة. لما نفيت إشاعة ما بعتبرهاش يعني إشاعة، لأنه أصلاً مش تهمة، لما قلت إني لا أنا ما أسلمت ولا رحت العمرة، قالوا فأسلم مصاب سرطان. تقريبا برنامج نيشان كان اسمه ولا تحلم. ولا تحلم. صح؟ صح، ولا تحلم.